محمود فاضل له قد ايه في الملاعب؟ بلانك، رؤيتك، طموحك. والله بص يا كابتن، طول ما انا بتمرن كويس واقف على رجلي انت عندك كويس. كام سنه يا محمود؟ 36. 36 ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. طول ما انا ماشي كويس واقف على رجلي كويس خلاص، مش هتفرق معايا بقى. لكن انت طموحك قد ايه؟ يعني تقول انا بحلم ان شاء الله باذن الله اقعد قد ايه تاني في الملعب؟ والله ما حسبت يعني، ما حسبتهاش يعني، ما فكرتش فيها، بس الحمد لله تتمرن الواحد كويس اهو طول عمري، طول عمرك باخد فلوس على التمرين فعلا. والله تتمرن دلوقتي برضو كويس لحد دلوقتي الحمد لله ما شاء الله. وحتى لو انت واقف بتتمرن انت مع نفسك ولا بتريح؟ يعني انت دلوقتي تتمرن؟ لا اصل انا واخد اجازه، انا مش من حقي ان انا العب ماتشات، اتمرن بس. بس انا على طول بروح العب مع اصحابي، بتمرن، ما بحبش القعده. بس انا الحمد لله عندي ميزه، انا ما بتخنش، فدي نعمه من ربنا. بس انت اللعب الخماسي يحللك حته التمرين ولا ده حاجه وده طبعا حاجه؟ ده اكتر كمان، الخماسي بيجيب لك نفس اكتر ويخليك واقف على رجلك اكتر. الخماسي متعب جدا. انت متجوز يا محمود؟ عندك اولاد؟ كان عندي ياسين. ولد متجوز من زمان ولا لسه قريب؟ لا من فتره كبيره. من فتره ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب. ربنا ما شاء يخليك. الله.